دكتور تعالى لي بقى دكتور، ده انا عايز يعني معانا كلام كتير. انا بجد يعني انا بشكر نانسي جدا اتفضل النهارده في قناه الاهلي، قناه رياضيه، والمجهود اللي هي عاملاه والالتزام بتاعها. نانسي من طبعا اكتر اللاعبين الملتزمين جدا، ليها طريقه خاصه في التدريب، ومعاها مدرب كفء جدا. انا بحييه على الهواء من هنا وبشكره، كابتن احمد عبد الراضي عمل نتيجه في البحر المتوسط، وعمل نتيجه تستحق الفوز يا بطل، شرفتنا وشرفت مصر. وكمان برضو انا عايز اقول حاجه في الكواليس برضو، طالما انت حضرتك لدمت مع نانسي بقى في الهك... نانسي كانت عايزه تروح الاولمبياد. لا ده كانت خناقه بيني وبينها. يعني بص، طبعا حلم اي رياضي ان هو كان يروح الاولمبياد، واحنا في التصفيات كان عندنا مشكله في استضافه البطوله الافريقيه، اتلغت وجا الاتحاد المصري الجمباز جاب البطوله، عرضنا على الاتحاد الافريقي ان احنا مصر تستضيف البطوله فول اكوموديشن لكل البعثات عشان يرضوا ييجوا عشان البطوله تقام. طبعا اذروايز البطوله هتتلغي واحنا هنفقد اربع اماكن في الاولمبيكس. عرضت الكلام ده على المهندس هشام حطب والمعالي الوزير، والاثنين وافقوا وخدت الموافقات، وعملت اجتماع 3 ساعات ونص وخدنا موافقه بالاجماع من الدول الافريقيه، وجم فعلا عملنا البطوله. كان حلم نانسي انها مركزه انها على الاولمبيكس. كان في يوم انا فاكر اتكلمنا مع بعض نص ساعه في التليفون، وكان الكونكلوجن بتاعنا ان انا بقول لها ركزي في كاس العالم، وهي عايزه تركز في، وهي بتقول لي انا عايزه اركز في الاولمبياد. وانا بقولها يعني هيجي اليوم اللي هتعرفي فيه اللي انا قلته كان اهم 100 مره، واحنا يمكن اول ما قعدنا هنا قلت لها دلوقتي راح ايه الاخبار دلوقتي. هي فعلا لا نانسي بوتنشال، وعندها البوتنشال القوي قوي، لعيبه مميزه على جهاز الحصان. طب على فكره عندها نط اقوى من دي تمام، وده اللي ان شاء الله باذن الله خططت. طب هنداري على الموضوع ده على شبابك ان شاء الله. خلينا اعزائي